معنا عبر الهاتف دكتور هبة البشبيشي الباحثة بالشؤون الإفريقية. دكتور هبة، بعد التحية، فندم، تقييم حضرتك لهذه القمة التي تعقد في باريس لدعم الاقتصاديات الإفريقية والتي يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. الحقيقة طبعا هي قمة تاريخية، يعني يمكن يكون وصفها بكلمة تاريخية هو وصف حقيقي، لأن ده تحول دراماتيكي في العلاقة ما بين دولة كبيرة، دولة لها تاريخ وماضي في إفريقيا زي فرنسا، وبين الدول الإفريقية. الحقيقة النظر إلى الاقتصاديات الإفريقية بهذه الصورة، يعني الإنسانية للغاية والداعمة للغاية، الحقيقة ده تحول في فكر الدول الكبرى. خليني كمان أنتقل إلى الخامة اللي حضرتك لسه كنت بتشرحها، وهي فكرة التطور التكنولوجي ونقل التكنولوجيا إلى الدول الإفريقية. الحقيقة إفريقيا عانت من حالة انفصال واقعي وحقيقي عن مجريات ما يحدث في العالم وعن ما يطال إفريقيا. الحقيقة إفريقيا طالتها يعني تطورات تتعلق بالإرهاب وتتعلق بالجماعات المسلحة بصورة غير مسبوقة. ما فيش مكان في العالم يحدث ما يحدث في إفريقيا. نعم. وبالتالي هناك دعم حقيقي ظهر في الدول الكبرى أو من جانب الدول الكبرى إلى الدول الإفريقية. أولها طبعا زي ما احنا شايفين النهاردة هو مفهوم دعم الاقتصاديات الإفريقية أو الاقتصادات الإفريقية. إفريقيا تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى تكوين منظور جديد ومعطيات مختلفة عن فكرة التعامل مع المواد الخام. الحقيقة مش هينفع طول الوقت نتعامل مع إفريقيا على أنها المورد الأول للمواد الخام دون أن تطالها التكنولوجيا. ده شرط مبدئي. هناك شروط أخرى تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة والمتخذة في الدول الإفريقية. الحقيقة عندنا سياسات مالية واقتصادية يشبه كثير من القصور وكثير من عدم التعاون الدولي واعتمادها في المنظمات الدولية زي البنك الدولي وصندوق النقد. الحقيقة نحتاج إلى تفاهمات جديدة ورسم خريطة جديدة للسياسات المالية والاقتصادية داخل الدول الإفريقية. كمان فرنسا يعني لديها ميزة نسبية، يمكن إحنا عارفين ده كويس في المفاهيم اللي اتضحت لدى المدرسة الكلاسيكية الفرنسية التي درست إفريقيا بصورة أكثر عمقا وأكثر تدقيقا لأنثروبولوجيا إفريقيا، اقتصاد إفريقيا، سياسة إفريقيا. الحقيقة إفريقيا قارة تتمتع بخصوصية كبيرة وتحتاج إلى دارسين وباحثين كثر وعلى كافة المجالات. طبعا أنا بتمنى أن يكون هذا المؤتمر وهذا الدعم الكبير لإفريقيا يخرج بصياغات جديدة يعني تحتاجها الدول الإفريقية، صياغات تتعلق بالأمن الإنساني، صياغات تتعلق بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي واعتماد التكنولوجيا كرافد أساسي لحياة البشر في إفريقيا. يعني يكون هناك أيضا حديث عن تجفيف منابع التمويل الخاص بالجماعات المسلحة ودعم الاقتصاد الإفريقي ودعم عملية التعليم. إذن هناك دكتور هبة، إذن هناك أسباب دعت فرنسا والدول الكبرى لعقد هذه القمة والتي يحضرها أكثر من 30 دولة لدعم هذه الاقتصاديات الإفريقية. من وجهة نظر حضرتك وكباحثة وكمتخصصة في هذا الشأن، ما هي الأسباب التي دعت فرنسا وهذه الدول الكبرى اقتصاديا لدعم الاقتصاديات الإفريقية يا فندم؟ أولا طبعا هناك إشكالية كبرى تمثل المجتمعات الأوروبية بصورة مباشرة، وهي فكرة الهجرة غير الشرعية. نعم. الحقيقة الهجرة غير الشرعية تسببت في أزمات كبيرة، سواء في سوق العمل في أوروبا، سواء في مسألة الأمن الإنساني، سواء في نقل عبء ويعني إشكالية عدم التطور الحضاري الحقيقة والصدمة الحضارية اللي بتحدث للمهاجرين. عندنا إشكاليات كبيرة. كان المفروض والأولى بهذه الدول أن تدعم عملية امتصاص هذه الهجرة في الداخل الإفريقي، أن يكون هناك اقتصاد كبير، اقتصاد موازي لامتصاص العمالة الإفريقية، فكرة دخول سوق العمل يوميا والخروج منه دون تحصيل شيء لعدم وجود تكنولوجيا والاعتماد على الأيدي العاملة فقط في فكرة يعني أن احنا نتعامل مع المواد الخام زي ما قلت قبل كده. نعم. الحقيقة لا، كل ده يحتاج لتدوير وتطوير بصورة كبيرة جدا. فكان ضروري جدا على الدول الأوروبية والدول المانحة للدول الإفريقية أن تنتقل من خانة المساعدات إلى خانة الشراكة. الحقيقة احنا النهاردة بنشوف أن ضروري جدا تكون الدول الإفريقية دول مساهمة ومشاركة بصورة كبيرة في عملية التطور الداخلي. يعني ما ينفعش طول الوقت إفريقيا تكون متلقية للمساعدات. الحقيقة هذا العقد انتهى تماما
واصبحنا بمكان ان احنا مسؤولين عن انفسنا، نقدر نقول ان احنا في عقد الشراكه، الشراكه الافريقيه الاوروبيه. لابد ان يتحول هذا الدعم من مجرد دعم مادي ودعم معنوي الى دعم علمي وثقافي وتكنولوجي واقتصادي. ان شاء الله التطور اللي احنا شايفينه النهارده ده يكون ليه صدى على مستويات مختلفه داخل الدول الافريقيه. نعم دكتور، يعني ايضا من اهم اللقاءات التي عقدها السيد الرئيس، إذا ما انتقلنا للنشاط المكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، هناك لقاء هام جدا عقده السيد الرئيس مع رئيس شركة داسو الفرنسية السيد ترابي. كيف يعني تقيمي هذا اللقاء الهام؟ الحقيقه السيد الرئيس عودنا يعني منذ ان تولى المسؤوليه المصريه انه دوما يعني لا يفوت فرصه ابدا دون تحقيق الاهداف المصريه الحقيقه والاهداف الاستراتيجيه وعلى المدى البعيد. ده عهدناه في زياراته لالمانيا، للولايات المتحده الامريكيه، لفرنسا. دوما يلتقي مع رجال الاعمال ويلتقي مع يعني اصحاب الشركات الكبرى دعما لوصول هذه الشركات الكبرى الى الدوله المصريه والاستثمار فيها. الحقيقه طبعا مصر بدات على خطى ثابته في يعني تنوع مصادر تسليح الجيش المصري والتعامل معه على انه من الاهداف الاستراتيجيه بصوره كبيره جدا. انا بتصور ان هذا اللقاء هو يعني رساله الى العالم ان مصر اصبحت من الدول المدعومه بشركات تسليح فرنسيه وزي شركه انتاج الطائره الرافال. الحقيقه مصر عندها اهداف بعيده المدى واهداف متوسطه المدى سواء في منطقه المتوسط او في منطقه البحر الاحمر، وبالتالي احنا لدينا اهداف كبيره، والمجال الجوي المصري يسمح لنا في هذه الفتره تحديدا بالتطور والانتقال الى استخدام التكنولوجيا الفرنسيه في هذه الطائرات. الحقيقه مصر لديها اهداف، مصر تحقق اهدافها بخطى ثابته. السيد الرئيس لا يألو أبدا ولا يمل ولا يكف عن دعم الدولة المصرية في أي مكان متواجد فيه. الحقيقة إحنا بنفخر في الفترة الحالية كنا مصريين ونجد هذا الدعم من القيادة المصرية للدولة المصرية. مصر تخطت أزمات كبيرة، وبتصور أن الفترة القادمة ستكون، ولكن هي بالفعل شريك استراتيجي لعدد كبير من دول العالم وعلى واهمها طبعا وعلى راسها فرنسا. الحقيقه التوجه المصري تجاه فرنسا هو بيدعم القضايا المصريه في عدد من الاقاليم او يعني في الاقليم في الشرق الاوسط وفي اقليم شمال افريقيا، منها طبعا دعم الموقف المصري في القضيه الليبيه. الحقيقه فرنسا كانت داعمه بصوره كبيره للدوله المصريه في مسارها العسكري والامني والاستراتيجي والسياسي في القضيه الليبيه. مصر حققت اهداف كبيره في مساله الامن الليبي، مصر ايضا حققت اهداف كبيره في مساله الامن السوداني. الحقيقه امس نتائج الاجتماع الخاص بدعم السودان تحديدا الحقيقه بالنسبه لي لم تكن مفاجاه ابدا، بالعكس كنت اتوقع ما هو اكثر من ذلك، ولكن ما حدث هو طفره ونقله نوعيه لدعم الدوله السودانيه بدعم مصري. يعني خلينا نقول ان هناك دعم مصري لهذا التطور الحادث في الشان السوداني، دعم الحكومه الانتقاليه، اسقاط كثير من الديون حول السودان او عن السودان، ايضا تقديم مليارات وملايين من الدعم سواء من فرنسا او من دول الاتحاد الاوروبي. النرويج لغت كافه يعني الديون المتعلقه بدوله السودان. اذا مصر تحقق اهداف كبيره، وده اللي عايز اقوله في لقاء السيد الرئيس مع يعني رئيس الشركه الفرنسيه. الحقيقه مصر تحقق اهدافها بصوره استراتيجيه وعلى مستويات متوازيه وفي خطوط متقاربه من جميع الشركاء الدوليين. نعم دكتور هبه، ايضا من ضمن يعني اللقاءات الهامه داخل هذه القمه، وهي قمه مصغره عقدت الحقيقه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، ناقشت القضيه الفلسطينيه وما يدور في الاراضي المحتله من قبل اعتداء من الاحتلال الاسرائيلي على الاشقاء الفلسطينيين في الاراضي المحتله. كيف تابعت هذه القمه الثلاثيه يا فندم؟
الحقيقه طبعا السيد الرئيس يمكن يكون فاجانا وفاجأ العالم بهذا الموقف العروبي والوطني والقوي الذي اتخذه تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينيه. الحقيقه كل التقدير لفخامه الرئيس على هذا الموقف الانساني ودعمه الكامل للحقوق الفلسطينيه. شفنا مصر ازاي دعمت الفلسطينيين باطقم اسعاف واطقم طبيه، فتحنا المعبر، تعاملنا مع الازمه على انها ازمه انسانيه واحتياج مهم لاشقائنا في قطاع غزه. ولكن خليني اقول ان العمل السياسي مصر لن تتوقف عنه ابدا في القضيه الفلسطينيه. الحقيقه يعني مصر دوما هي الراعي الرسمي لهذه المفاوضات طوال الوقت، وشفنا ان مصر كانت في القمه الرباعيه اللي كان فيها المانيا والاتحاد الاوروبي وكان فيها الاردن ومصر، تم الدعوه لاستئناف مباحثات السلام، ويمكن ده من اشهر قليله بعد ما توقف مسار عمليه المفاوضات تماما. لكن مصر لم تتوقف في دعم يعني الدوله الفلسطينيه اللي احنا بنطمح وبنامل باذن الله انها يتم اعلانها عن قريب. الحقيقه مصر بتتخذ موقف ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية، هو ما جعل السيد الرئيس يقوم بهذا الاجتماع الخاص بمناقشة ما يحدث في قطاع غزة وفي من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الحقيقة مصر لم تدخر جهدا، الحقيقة كان في وفد أيضا رفيع المستوى من المخابرات ووفد أمني مصري ذهب فورا إعلان هذه الاعتداءات. والحقيقة مصر بتسير في خطوات ثابتة وتحقق أهداف على الأرض في هذه القضية تحديدا. طبعا كل الدعم للسيد الرئيس في هذه القضية، كل الدعم للدولة المصرية فيما تقدمه لأشقائنا الفلسطينيين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هبة البشبيشي، كنت معنا هاتفيا حول مشاركة السيد الرئيس في هذه القمة الهامة والتي تنعقد في باريس، هذه القمة التي تدعو إلى دعم الاقتصاديات الإفريقية.